بيحصل كتير في المجتمع العماني، تنجب لحد ما تجيب الطفل العاشر او الحادي عشر،
المواد المتعلقه بخلل الجينات، احنا في الكروموسوم هو ايه؟ هو حامل الصفات الوراثيه كامل، لكن الصفات الوراثيه على حاجه اسمها جينات. ها؟ اللي ما يعرفش ولا كلمه يوقفني. بس ده طبيعتي. عارفه كل اللي قلته؟ سهل؟ سالك انت. تمام؟ طيب. الامراض الجينيه المتنحيه دي اتكلمنا عنها، تصيب الذكور بنسبه التساوي ويكون كل من الزوجين حامل لصفه المرض دون صمود سلام زرعيه بدون مكان، وتظهر بشكل اكبر بين زوجي الاطفال. الكلام ده قدام الامراض الجينيه السائده دي ليس لها علاقه بزواج الاطفال، احد الوالدين مصاب بالمرض من اللغه اللحيه تكتبها غلط هي بالمرض، ولكن اذا تم الزواج بين شخصين مصابين يظهر المرض على الاطفال اكثر شده وخطوره. بمعنى احد الحاجات اللي بتيجي صفه سائده بتيجي مثال ها كوندروبليزيا ده صفه سائده ممكن لكن مش لازم يجي في كل الاجيال، يعني مثلا تلاقي الجده فيها الام ما فيهاش بعدين الحفيده ده مرض خطير ممكن يجي. احد المواد الثانيه بيسموها هانتنجتونية اللي هي اللي هو اللي يفضل يتهز 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 الشارع اللي بقى عاشر النوع هانتنجتون. المهم ده مرض من الامراض اللي هي لا تحتمل. في حاجه ثانيه اسمها ديستروفيزيس كونجنت اجين سوماتوتك، يعني الصفه السائده واحد بس يكفي انه ينقلها. كان عندنا اسره مكونه من 8 اطفال والاب والام، الاب سليم تماما، الام عندها الصفه السائده ها، ولكن سبحان الله الثمان اولاد اخذوا الصفه السائده. وكان الصفه السائده مرض خطير في امراض الدم اسمه ديسكراتوس كونجنتا. بس ايه السبب ان الام كانت سليمه؟ لان المرض يظهر في سن غير معلوم. يعني انت شايل الصفه وعليك سيف، متى ما يبدا المرض يظهر السيف ده ينزل على رقبتك. المرض يحول الحياه لجحيم، المخاع يفشل يبتدي ديسكراتوس كونجنتا. كون مره فين؟ اللي هو المعروف المخاع يفشل. يمكن التدريب المخاع يفشل. فالمخاع يفشل ويحصل حاجات كتير جدا كلها، بس السن مختلف. فالولاد بيحصل مشاكل في البيئه رهيبه، لكن الولاد دول كلهم مسلط عليهم السيف، لكن الام ولا الاب يعرف متى الطفل هيصاب. فاحنا اول واحده اكتشفناها في العيله طفل عندها 6 سنين واخوانها اكبر منها كلهم، ولكن طلعت الام وكل الاخوان عملوا الصفة. للاسف الشديد ان الاسره دي كلها لازم تدفع مثلا تعمل عمليه دفاع دي. عمليه صعبه مش بس مكلفه لكن مشاكلها كتير على الطفل وعلى الاسره. فدي مرض، بس ده لا يمنع من الفحص الطبي قبل الزواج، للاسف اكتشف الصدفه. الامراض المتعلقه بالجنس المتنحي، ودي الام لوحدها تبقى حامله للمرض وتنقل المرض الى الاطفال الذكور فقط. يعني الام بس اشهر مرض لده. لا انتوا اسكتوا بقى، حد من المجموعه الثانيه اشهر مرض هو مرض الهيموفيليا اللي قالوا عليه، هو مرض نزف الدم. ان الطفل بينزف من كل حته، ينزف من الانف ينزف من الباب، ولكن اكثر حته ينزف منها ايه؟ المفاصل ينزف فيها. وبالنهايه الطفل المفصل ده بيختبط تماما والطفل بيبقى ايه؟ معرض من ناحيه المفصل. فده او ممكن والعياذ بالله دي بينزف في المخ ويبدا على الطفل. لكن ده الفحص الطبي قبل الزواج يظهره ها؟ اذا كان في تاريخ مرض، يعني الام دي عارفه ان اخوها عنده هيموفيليا لحديقه الجوز. دلوقتي بدا في وعي في المجتمع، فواحده عارفه ان اخوها عنده هيموفيليا وعارفه ان هي ممكن تبقى حامل للمرض، لان هي اللي تحمل المرض الست. فجايه تفحص عشان لما تتجوز. طب دي ليها حل؟ ليها حل لو عرفت ان هي تحمل المرض ما تتجوزش، لا تتجوز، بس تعمل حاجه اسمها فحص الجنين قبل الحمل. اسمه بي جي دي. تعمل فحص الجنين قبل الحمل، وعملنا لها فعلا البنت دي عملنا لها السيده دي فحص الجنين قبل الحمل وانجبت طفل ذكر سالم. لان دي عندها نسبه 50% بتجيب طفل مصاب و50% بتجيب طفله زيها حامله للمرض. فبدا يبقى في شويه وعي لكنه غير منتشر. يبقى ده اسمه صفه الجنس المتنحيه او الجين المتعلق بصفه الجنس المتنحيه، عشان بيسموه اكس لينك، انه متشاع
اشكال على الاكس كروموسوم او الكروموسوم الايه اللي هو المال الانوثي. لو احنا اتسابنا من غير اي تدخل رباني كلنا هنطلع ايه؟ رجاله ولا ستات؟ بامانه فكروا. كلنا هنطلع ايه؟ ستات مليون في المية. ها؟ التدخل الرباني يحصل علشان يتكون حاجه اسمها تستيكيرا ستيميليتنج فاكتور او ستيميليتنج فاكتور ستيميليتنج فاكتور عشان يتكون الواي كروموسوم. يعني الواي كروموسوم بياخد وقت على لكن الخلق الطبيعي انه يكون سهل. فالاكس كروموسوم هو لو السيدة عندها اثنين اكس والرجل عنده اكس وواي اكيد عارفين المعلومه. غسيل الثانويه العامه تماما يكون طيب. يعني الحاملات الصفات الجنسيه اسمه اكس كروموسوم اثنين اكس تبقى ست واحد اكس وواحد واي تبقى ايه مثلا عندي صوت ده مسكين ما بيشيلش حاجه ما بيشيلش اي عضلات كل الصفات المتنحيه بيشيلها الاكس. لا انت اصلا الكروموسومين كانهم رايحين في اكس ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون له ولد بيطلع معامل المعامل ده بيحول الاكس الى واحد. يعني بيسموه تستيكيولا مش فاكر اسمه بالظبط دلوقتي بس اللي لابس خصوصي دلوقتي. بس هو اذا سبت الجنين بدون اي تدخل رباني هيمشي انه يطلع اكس اكس. الواي يحتاج مجهود زياده. طيب لكن دي نادره جدا. اذا تم التزاوج بين اربعه حامله الورم مع ذكر مصاب ممكن الانثى تبقى مصابه وده فارق جدا نادر جدا. بيحصل في مرض واحد بس اكس انتر او عرفتيه هديلك خمس نقط زياده. لا غلط. في مرض واحد اكس ليك وينفع المصاب الام الحامل للمرض تتزوج ذكر مصاب وتجيب طفله عندها المرض. ايه هو ده؟ انيميا الفول الجي 6 بي دي ديفيشنسي. ليه؟ الانيميا الفول غير قاتله مرض سهل منتشر ومفيش منه اي مشاكل. كل اللي كان انت تتجنب الفول هتعيش عيشه سليمه. فمن الممكن ان المراه حامله المرض تتزوج رجل يكون مصاب يكون عادي طبيعي انه يبطل فول هيعيش عيشه طبيعيه يعني ما يروحش مصر خالص تمام فيبطل فول هيعيش تمام فتقدر تتجوزه وبالتالي يجيبوا انثى مصابه. وفي عمان حوالي 10% من المصابين بانيميا الفول سيدات لانه التزاوج سهل بين واحده حامله بس ده مرض الدم الوراثية الأسرية. تمام؟ الأمراض السائلة نادرة جدا. أنا حتى مش فاكر في ولا واحد في المستشفى. السائلة اللي بتعملها فاكر أحسن منها. لا اللي هو الإكس لينك دورمنت. مين؟ مش فاكر ولا واحد فيهم. بس ثاني هم دول نادرين ما يعني وما لهمش أي أهمية في الفحص الطبي بتاع الزواج. لأن دول بنعرفهم بس طيب يعني ايه بقى اوتسوما دومينت؟ يعني صفه سائله. يعني الاب مثلا سليم الام مصابه او العكس يتجوزوا فتنتقل الصفه الوراثيه السائله من الام الى الطفل. خلاص؟ يبقى عندها فرصه 50%
والايبان ما يبانوش الا بايه؟ بالتحليل. ما يبانش الا بتحليل الدم والفحص علشان وبعدين الفحص بالصعب معايا ماشي. الفحص بالصعب فحص سهل زي ما حضرتك بتعمل ازاي؟ ما هوش حاجه صعبه جدا ولكن ارجوكم ان انتوا توزعوه في المستقبل. يبقى فهمنا يعني ايه صفر جراحيه وصوره السيسر انهيرتنس. حاملين المرض حامل المرض يتجوزوا يجيبوا اثنين حاملين المرض زيهم ويجيبوا حد مصاب. ده المريض دي مصاب 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 ده حامل المرض فاتح حامل المرض حامل المرض حامل المرض حامل المرض مصاب. لا سيبك من الكروموسومات خليك بس هنا المصابه تعمل الصفه في الناحيتين فاتح حامل المرض ناحيه واحده وناحيه سليمه حامل المرض ناحيه واحده وناحيه سليمه نفس الشيء. فلو تجمع ده ها مع ده ده يحصل في 25% بس يطلع طفل ايه؟ مصاب. يجمع الصفتين من الجناحتين فهمت ولا صعب؟ ها؟ انما دي هي لوحدها تكفي ان هي تجيب المرض. ست لوحدها من غير اي مجهود هي لوحدها ايه؟ لان صفه سائله يكفي جين واحد عشان يصاب لكن التاني محتاج اثنين علشان يطلع الشخص المصاب. هنيجي لده لما نشوفه او Thank you.
وبعدين ال 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 يعني احد مصادر الطلاق اللي موجوده انه الاب والام حاملين للمرض جابوا طفل مصاب وراه طفل مصاب وراه طفل مصاب، الاب بيزهق ويروح يتجوز واحده ثانيه وتفشل الاسره. واخد بالك كده؟ ففي حاجه مش كويس، لانه في حمل شديد على الاسره، على الاسره زي ما بنشوف الامراض المصابين بامراض الدم الوراثيه، ما بنشوف شكل الامراض بيعملوا ايه، بيبقى حمل كبير على الاسره، ممكن مدى تهتم بالاسره وتنفصل، وتنفصل فيسبب ايه؟ زياده في نسبه الطلاق. اكتشفت بعض الحاجات في حالات الانيميا مبكره، ده اهميه الفحص الطبي قبل الزواج، ها؟ ان احنا عرفنا انه حاجه بتكتشف الحاله المبكره زي مثلا واهميه ان الام هتعرف ان هي حامل، تبتدي تاخد حمض الفوليك قبل الحمل وهكذا. دي من الحاجات اللي بتفيد الام. تقليل الضغط على المستشفيات الصحيه وبنوك الدم والعلم الاقتصادي على السرطان، علم مهول الحقيقه. علاج امراض الدم الوراثيه يكلف الدوله ما تتخيلوش ملايين الملايين، مش هقول لكم الرقم عشان ما تزعلوش، ان هو رقم خرافي. امراض الدم الوراثيه بس غير بقيه الامراض. فتخيل كل ده بسبب انه مثلا واحده بنت اتجوزت راجل من غير ما تفحص قبل الزواج. لو فحصت هنوفر عليهم هما الاثنين وعلى الاسره بتاعتهم وعلى المجتمع الكثير والكثير. تمام؟ واضح الفكره؟ انت شكلك زعلان من فحص الطبي قبل الزواج. اتجوزت ولا ايه؟ فحصت ولا لسه؟ لازم تفحص. Huh?
غريبة تتجنب بس لأن تعيش في مصر، الفول والفلافل والفول الأخضر بس، دول موجودين بشدة وبشراسة. بجد الفول الأخضر اللي هو إحنا بناكله في مصر برضه، اللي هو فول يعني قبل ما يتحمص يبقى لسه أخضر. فإنها لكن في خطأ شديد في المجتمع، ومن ضمنهم اسمه إيه؟ ومن ضمنهم سارة بتؤدي إلى ده. في دكاترة كتير جدا بيمنعوا المكسرات، ويمنعوا اللوبيا، ويمنعوا البقوليات، ويمنعوا الحمص، ويمنعوا غلط. هم دول بس اللي ممنوعين، الفول والفلافل والفول الاخضر او منتجاتهم. ها؟ ما تأثر خالص. ما هي دي احد الدقيقة انت سمعتيها صح؟ ان المكسرات تأثر عليهم. لا، هذه معلومة خاطئة. لا، معلومة خاطئة غير صحيحة طبيا. اخترعها احد الاطباء الهنود، سمعت ان هو كان في عربي ونشر المعلومه دي في كل ده من زمان، اكثر من 30 35 سنه، والمعلومه انتشرت وهو منع المكسرات. ما تعرفش ليه كان بيكره. ففي واحده جت من صحاب، والقصه الحقيقيه جابت طفل مصاب، وقالت لي ده ازاي انت بتيجي ياكل المكسرات ده؟ لما بياكل اللوز بيجي له تكسير في الدم. قلت لها بجد؟ قالت لي اه. قلت لها طب تعالى، اشتريت كيلو لوز على حسابي في صالح السلطنة، كيلو لوز، وقعدت البنت في الجناح الأم وقعدتها قلت لها أكليه على قد ما تقدر، وعملت هيموجلوبين قبل اللوز، وعملت هيموجلوبين بعد ما قعد ياكل اللوز بس 4 أيام، طلع الهيموجلوبين هو. طيب إيه سبب إن الأم كانت مقتنعة إن اللوز بيتعبني؟ ده بنسميه بلاسيبو إفكت، يعني تأثير. إيه بلاسيبو إفكت؟ ها؟ يعني لما أنت تبقى عارف. انا والله انا قعدت مع مثلا اسراء وعندها برد وكحت في وشي، افضل يسكت يا من في تسدد. ها، this is the placebo effect. It is not، ما هو الصح. فاهمني؟ يعني انا بس حسيت ان انا هي كحت وكان عندها كورونا مثلا بعد الشهر، فجابت لي الكورونا. اتفضل، لما تعبان وحاسس باعراض وكل ما عنديش حاجه. نفس الحكايه، الام تديله لوز والدكتور قال لها، الطبيب قال لها انه اللوز هيتعبه. ده شوف بتاعي فعلا، هو لا تعب ولا حاجه، كانت كل يوم تقول لي هو الراجل بيتعب زياده. فانت اقتنعت لما لقيته 10:30، لما دخل 10:30 لما خرج، فعرفت ان ايه. فالمكسرات ليس لها اي تاثير. والله سامح الدكتور الهندي اللي نشر كل ده في السلطنه بجد، لان انا اتريزت يعني واحد قال لي معلومه طلعت من عنده، وبعدين عرفت ان في مدرسه. المهم، فده اللي بدنا نتكلم عنه. علي صوتك. بالنسبه للحمى. علي صوتك. الحنة. الاكل، انا بتكلم عن الاكل. برافو، سؤالك حلو. الحنة بتكسر الدم برضه في العدوى نفس الخميرة، لكن دي بتدهن ما بتتاكلش. تمام؟ بتأثر على الطفل حديث الولادة بس. بمعنى لو انت مصابة بعد الشهر بالانيميا نقص الخميرة، تقدري تدهني ايديكي ورجليكي عادي زي العرس، لكن الطفل لانه مساحة الجسم صغيرة ودهنه كامل فبتجيله تكسير. صح؟ برافو عليك. لكن ده مش معقولات. انا كنت بتتجنب الحنه، لكن الحنه المعقوله اللي هي ست للعرس كتير من الدكاتره والطبيبات اللي عندنا مصابات، لانه في 25% بيحطوا الحنه في الكل بس ما مش حاجه. لكن لو الطفل دهن حناء، الطفل حديث الولاده، عشان البودي سيرفيس اريا صغيره، شويه الحنه الصغيرين بيكسروا له الدم. شكرا. لو عايزين تعرفوا اكتر، هو
هناك شويه صغيرين يعني ياخد شويه مال يوصل للشركه. لكن هولندا دي صور قديمه ومش ما تعرفوها ولا راح تتسلم ان انا عارفها. دول عندهم الحمد لله اتجوزوا وخلفوا دلوقتي بقت دي صورهم لما انا جيت. فدول عندهم ايه؟ عندهم ثلاثيميا ولكن ما فيهمش الشكل. طب ليه؟ عشان نقل الدم كل ثلاثة ثانية. هل انت ممكن دي تبقى طريقة للعيش مظبوطة لما تقعد تنقل الدم كل ثلاثة ثانية؟ ها؟ تخيل كل ثلاثة ثانية لازم تاخد دم. بس ما تعيش، لكن العيشة صعبة جدا جدا جدا. وبتحتاج تلاقي متابعين يتبرعوا بالدم عشان ايه؟ يعني فالثلاثيميا العظمى مرض يعتمد على نقل الدم تماما. ما يقدرش الطفل يعيش بدون نقل دم. الدم اللي بيتكون بيتكسر باستمرار. اذا سبته بيخلي الشكل الغريب ده بشكل الجمجمه والطفل يبقى قصير جدا وما يكبرش بسبب نقص الدم الكامل. واذا لم ينقل الدم على سن الدم 10 11 سنه يتوفى. خلاص؟ فيعتمد طول العمر على نقل الدم. طيب تجنب الثلاسيميا بايه؟ ازاي نتجنبها؟ بالفحص الطبي قبل الزواج، مالهاش حاجة تانية تتجنبها. لازم الحاملين للمرض إيه؟ يا إما يعملوا بي جي دي، يعني يعملوا طريقة الأنابيب للحصول على طفل سليم، لو عايزين يتجوزوا أو ما يتجوزوش. تمام؟ فده أهمية الفحص الطبي، شفتوا الشكل؟ ها؟ لو ما خدوش دم بيبقى ده شكلهم، وكمان يموتوا بدري. لو خدوا دم ممكن الشكل يتعدل لكن يفضلوا معتمدين على نقل الدم ما حولك. Which is يعني حاجة أخذ فترة. فده ثلاثين يا عظم. فقر الدم المجاري. أني صوت. طبعا نقل الدم له مشاكل مهولة، مش بس المحاضرة مش على نقل الدم يعني كده، لكن له مشاكل مهولة بيجي لهم أجسام مضربة ما نقدرش نلاقي لهم فصائل دم بسهولة، ويجي لهم زيادة في الحديد في الجسم يأثر على الكبد والقلب. بلوى سودة. ها؟ بلوى سودة. لكن يعني الحمد لله وبالتالي علشان الحاجات اللي تشيل الحديد من الجسم والحاجات اللي هي بتعمل توصيف دقيق للدم، الدم مش بس ألف ب، في ألف وب وكل ودال، في حاجات سموها مايلو بلاكتوكس. الصفات الصغرى موجودة كتير، كل دي بتحاول وتعملها علشان تحافظ ان هم ينقلوا دم آمن. بالإضافة لفحص الفيروسات بيتكلف كيس الدم حوالي 280 ريال كل ثلاثة أسابيع كيس الواحد. في بعض الكبار بس عندهم 25 سنة يحتاجوا أربع أكياس كل مرة 1000 ريال. فأنتوا بس عشان تدوروا وتشوفوا كم من مرة، غير بقى إزالة الحديد من الجسم وغير العلاج الجيني اللي طلع $3 مليون لو عايزين يعني يتخلصوا من المرض. فالحل عشان كل بلاش كل ده، الحل ايه؟ فحص الطبي قبل الزواج. اخترعت ولا بعد؟ فقر الدم المجاري ده بقى، فقر الدم المجاري منتشر اكتر من الثلاثيميا، لكن ده هو لو شفت ولد عنده فقر الدم المجاري فعلا تزعله جدا على انه اهله يتجوز. ليه؟ قاعد كده في وسطهم ووصف الام فجأة وهو في البيت بيلعب صارخ من الالم، الم شديد لا يحتمل، الم اقوى من الم المغص الكلوي لحد جه او الم الاسنان لحد اسنان الصوت، الم رهيب يصوت يصوت 100% يفضل يستريم وبين يبكي بكاء، الم لا ينتهي الا ان احنا نديله دواء اسمه ايه؟ المورفين. حد سمع عن المورفين؟ ها؟ المورفين ده مخدرات، يعني بنضطر نديله مخدرات علشان نسكن هذا الالم من شدته. تمام؟ نبات الالم ممكن تحصل لحد 50 60 مرة في السنة، ممكن تحصل كل تاني أسبوع، ممكن تحصل كل تاني يوم، ممكن تحصل كتير جدا جدا. فاحنا ما نعرفش الأوقات اللي تحصل فيها إيه؟ نوبة الألم. وعلاجها لازم تسكنها بحاجة مخدر قوي جدا لدرجة إن احنا بنديهم مورفين وسوائل. ها؟ بالإضافة لإنه بيبقى هيموجلوبينه مش 11 12 زينا، لا 6 7. فيحتاج اوقات نقل دم، يحتاج تغيير دم، يعني عيشه صعبه 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 للغايه. طيب احنا ليه نحكم
فكل ذكور ثلاث. وبالتالي في عندنا واحدة شاطرة جدا عملت ايه؟ قالت انا هعمل انا هو اتجوز واحد عنده هيموفيليا تحبه خلاص عنده هيموفيليا، فعرفت ان هي هتجيب وهي سليمة، فعرفت ان هي هتجيب بنات حاملات المرض، فراحت عملت بي جي دي واختارت ذكور بس، راحت جايبة عينين وقفلت منتصف، فجابت عينين سلام ليه؟ ها؟ جابت ذكور لان الواي كروموسوم سليم، فهيجيب لهم الاب السليم، والاكس اللي مش سليم مش هيتنقل هياخده من امه هيبقى سليم، فاصبح الولدين سلام، فما جابتش ولا حد حامل للمرض لان هي خافت تجيب بنات حاملات للمرض يتعذبوا فيه. بس هترجع تتجوز وتجيب عيال من فين؟ تطلع واحد يعني ما حبتش ان جوزتها تكلمه يجيب كاملين محطوط محملات. ارجع فالهيموفيليا ايه مشكلته بالناس؟ يقعد الطفل ينزف 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 ها يتخبط في ركبته يعني قاعد كده ما بيعملش حاجه يروح عامل كده بس يروح ايده واقفه قد كده من الناس تمام؟ بيبقى عنده نقص شديد جدا في المعادله 8 او 9 اللي بيساعد على تسلسل الدم خلاص؟ فبص ركبته هو قاعد ركبة سليمة بص الركبة بتاعته ده فجأة انت حصل ايه ده؟ نزيف داخل الوسط ممكن يحصل نزيف داخل الوسط عندي صوت من امه يعني فين؟ من امه امه حاملة المرض اهو امه حاملة المرض فيكفيها تديله كروموسوم واحد يبقى مرتين ولا صعب بس امه حاملة المرض امه بس ها؟ لانه بيتشال على الاكس كروموسوم، الست عندها 2 اكس والراجل عنده 1 اكس و1 واي. فهو هياخد الاكس المصاب من امه. فهمنا؟ مهم يعني في النهايه انه التعرض الناس ممكن يعمل لهم النزيف اكثر من كان مثلا في اوروبا في مصر الفتره في مصر الاسبوع ويبقى متكرر لدرجه ان هم بيتطوروا المرض. خلصنا. تمام؟ ده ايه بقى؟ اظن لو ما عرفتوش ده ايه ده؟ لازم تعرف حاجه مش معروفه ده مين؟ دي سلحفه عرفت؟ طيب دي سلاحف السلاحف دي مع الدنيا عارفين السلاحف دي بتسافر جنب مين؟ عارفه؟ 13,000 متر عشان تروح استراليا بتتولد في عمان في راس الحد في الباب هنا 13,000 تروح لاستراليا تكبر وبعد كده ترجع المكان اللي اتولدت فيه وتجيب تاني هنا. بس انا عايز اقول لكم دي انا مش حاططها الهبل عشان تعرفوا انت بس لحد لا. السلحفه بتعمل ده لما بتيجي عمان بتعمل ايه؟ بتعمل انا شفتها قبل تحفر 10 حفر وتجيب في حفره واحده. تقوم الصبح بعد ما تحفر 10 حفر تسمع صوت نفسها من الخيمة وانت قاعد في وسطها تسمع صوت نفس السلحفة ليه؟ ليه حفظت حفرت العشر حفر؟ تفتكر ليه؟ علشان النورس بيجي الصبح ينزل على الحفر يحاول ياكل البيض فينزل فتعمل دمي يعني تعمل حفر وهمية يقع فيها النورس أربع خمس واحدين مناخيرهم تتكسر ويروحوا هربانين ده بيحصل فعليا مش طول الوقت وحفرة واحدة بس اللي بتبقى حاطه فيها البيض عشان تعمل ايه؟ الحفاظ على النسل بتحافظ على نفسها بتحافظ على نسلها فاذا كانت السلحفه اللي هي نوع من انواع البرمجيات وليست انسان بتحافظ على النسل فالاولى ان انتم تحاولوا تحافظوا على النسل ها؟ بان انتم تعملوا الفحص الطبي قبل الزواج لو قلت الكلام ده ومتاكد ان السلحفه في البيض تتجوزوا كده وخلاص بالذات الوالدين. فارجوكم افحصوا طبيا قبل الزواج، حافظوا على النسل، حافظوا على فلوس عمان، حافظوا على نفسكم، حافظوا على نسلكم عشان تجيبوا اسوأ سيئة في العالم اللي عندك طفل مريض. وطول الوقت الطفل بيسيء بالألم او محتاج نعمل ده كل اسبوعين ثلاثة ها؟ ودي نسبة كبيرة من النسبة. تعرف عندنا كام طفل مصاب بالانيميا الفكرية؟ 11,000. متخيلين العدد 11,000 طفل مش
عايزين زياده، عايزين توقفوا على كده ببركه الله سبحانه وتعالى، ثم فيكم انتم ان انتم تحاولوا ايه؟ تنشروا الرساله دي في المجتمع. اي واحده تسمعيها هتتنايل تتجوز تروح قايله لها لو سمحتي فحصتي قبل الزواج خليكي